هل الاستحلال بالفعل يكون كفرا؟ وهل يعتبر من يعطي تصاريح للحانات التي يشرب فيها الخمر أو المراقص أو دور السينما والمسارح أو البنوك الربوية، هل يعتبر هذا استحلالا بالفعل يكون كفرا؟ لا، الفعل ما يدل على الاستحلال، قد يكون يعترف بتحريمها وفعلها من باب الشهوة أو من باب حب المال، فلا ويعتبر هذا معصية ولا يعتبر كفر. الاستحلال يكون بالقول، إذا صرح وقال هذا الشيء حلال هذا اللي يعتبر كفرا، أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستحلال، أنه يحتمل أنه حمله حب المال أو الشهوة أو غير ذلك أو قرناء السوء، مع أنه يعتقد أن هذا حرام. نعم.